رشيدة سمح فيها الراجل هي وثلاثة الدراري. اليوم عندها مشكلة ولدها اللي مريض وخاصها تديه للطبيب. انتي هي امو؟ ايه يا سيدي. ولدك عاود تاني جاتو الازمة، ولكن شي باس ما كاين. غادي نشدوه عندنا شي ايامات في السبيطار حيت خاصها العناية. يلا سيروا ارتاحوا مع راسكم شويه حتى الغدا وندوزوا نشوفوه. صباح الخير عليكم، كيف صبحتوا؟ شويه لاباس؟ ايه الحمد لله، نعسنا مزيان وحتى ولدي ولا شويه لاباس. ولكن قول لي فين هو با؟ احنا غير بوحدنا، راجلي مشى وخلانا. شي باس ما كاين لالا، شي باس ما كاين. قولي لي كيفاش خلاكم؟ بغيتي تقولي لي بلي راجلك بغى يطلقك؟ لا، انا اللي بغيت نطلب الطلاق، ولكن خفت نلقى راسي في الزنقه انا والولاد وما نقى ما نوكلهم ولا يديهم ليا كاع. عرفتي كاين واحد الجمعيه ديال حقوق النساء في المدينه، غادي نكتب لك العنوان وسيري عندهم، راه يمكن لهم يعاونوك. الله يخليك، بغيت نطلق ولكن يبقى وليداتي معايا، غير هو راه ما خداماش، هما عندي مدخول. شوف لالا ما تخافي والو، حنا هنا باش نساعدوك. وليداتك شحال في عمرهم؟ عندي بنت عندها 16 عام، وولد عنده 5 سنين، وولد اخر مريض عنده 8 سنين. بالنسبه للقانون، الحضانه ديال الاطفال من حق الام هي الاولى عاد الاب، ومن بعد الاب كاينه ام الام. فهمت رشيدة؟ الاستثناء اللي عندك هو بنتك حيت فايتها 15 سنة، وفي هاد السن كيمكن للطفل يختار مع من غادي يبقى. هكاك هادشي كله مزيان، غير انا راه ما عندي باش نعيش هاد الولاد. شوف رشيدة، غير تهني، لبات كيخصو يعطيك أجرة الحضانة الدراري، وكيخصو يعطي الولاد النفقة ديالهم حتى كيوصلوا سن الرشد اللي هو 18 سنة، واللي باقي كيقرا كيبقى كينفق عليه حتى كيوصل 25 سنه. وبالنسبه للبنت كتبقى نفقتها على باها حتى كتزوج او لا كتخدم. وهذاك الولد اللي مريض تقريبا معوق، كي غادي ندير معاه ملي يفوت 18 سنه؟ لبات كيبقى دائما كينفق على ولادو اللي معوقين او لا اللي في حاله ما كيمكن ليهمش يعتمدوا على راسهم. والدار واش كيخصني نخرج منها؟ من بعد الطلاق الرجل كيخصو يوجد لولادو فين يسكنوا، او لا يعطيهم واحد المبلغ السكنه اللي كتحددوا ليه المحكمه. على كل حال في الوقت اللي كيكون حكم السكنات المحضون، الاولاد ما خاصهمش يخرجوا نهائيا من الدار حتى يوجد لهم باهم فين يسكنوا. مشات ايام وجات ايام. جعفر سير حل بابا ولدي، هادي راه ناديه من الجمعيه جات زورنا. ايوا هانتي شتي كلشي داز مزيان. ياه واجي نقول لك كنفكر نعاود نتزوج. اي هاي ايوا خبيره زوينه هادي، غير هو الا تزوجتي كيخصك تعرفي باللي غادي تمشي لك الحضانه الاولاد اللي عندهم اكثر من 7 سنين، ما عدا الا كان فراقك عليهم غادي يسبب لهم شي مشكل، او الليلة كان الولد مريض ولا معوق بحال حاله ولدك اللي عنده 9 سنين ولكن مريض. في هاد الحاله كتبقى لك الحضانه، ونزيدك باللي الولاد الا بقاو في حضانتك ما كتبقاش عندهم الحق في السكنات المحضون وفي اجره الحضانه، ولكن النفقه كتبقى دائما على باهم. شنو الا بغيت نعاود نتزوج غادي تمشي ليا الحضانه الولاد اللي عندهم اكثر من 7 سنين؟ وهادشي ما كيشجعش، كيبان ليا باقي المراه صعيب عليها تعاود تزوج.